بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله. أحد الإخوة سأل هذا السؤال، يقول: هل الشيعة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب على هذا السؤال: المخالفين تسمعونهم في قنواتهم وحتى يكتبون هذا الكلام في كتبهم، يقولون إن الشيعة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، على اصطلاحهم يكفرون الصحابة، وهذا الكلام إخواني مو صحيح، لأن اللي يفهم من كلامهم أن الشيعة يكفرون جميع الصحابة، الواقع خلاف ما يكذبون. الشيعة يكفرون من ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه كافر، ويتولون من ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه مؤمن. هنالك قاعدة أخذناها من مولانا قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما جاءه الرجل في يوم الجمل وكان يرى في هذا الجانب مولى الموحدين صلوات الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الجانب الآخر عائشة وطلحة والزبير، وكان هذا الرجل ملبوسا عليه. فحينما سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا أجابه إخواني؟ قال له: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. فالشيعة يطبقون هذه القاعدة، يزنون الرجال بموازين الحق وليس العكس كما تفعل الطائفة البكرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنالك مفاجأة يمكن الفرد البكري اللي يسمعنا الآن أول مرة راح يسمعها. ابن تيمية شيخ الإسلام عندهم وهو في الواقع شيخ الكفر والإلحاد، هذا الرجل يعترف ويصرح أن أكثر الصحابة والتابعين كانوا منافقين. يعني ابن تيمية يصرح أن صحابتكم أكثرهم كانوا منافقين. تقولون كيف؟ أقول لكم، جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان رقم الرواية 78، الرواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن كل من أبغضه كان منافقا. ابن تيمية يصرح أن أكثر الصحابة كانوا يبغضون عليا صلوات الله عليه. في كتابه منهاج السنة، وهو في الواقع منهاج البدعة، في المجلد السابع في الصفحة 137، في هذا الكتاب إخواني يتكلم ابن تيمية إلى أن يقول: ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. خذ كلام ابن تيمية هذا واعرضه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ستخرج بنتيجة أن أكثر الصحابة والتابعين كانوا منافقين كما يقول ابن تيمية. فالشيعة يكفرون من ثبت بالدليل القاطع أنه منافق، ويتولون من ثبت بالدليل القاطع أنه مؤمن. هذا هو الميزان الذي يطبقه الشيعة على الصحابة وعلى غير الصحابة. جزاكم الله خير إخواني، أي واحد عنده سؤال، أي واحد عنده استفسار يكتبه في الكومنت، وإلى اللقاء القادم في فيديو آخر.